ضمن مهرجانات كلية الفنون والتصميم في الدورة الثالثة وفي اليوم الثاني من أيام المهرجان أقيمت أمسية موسيقية للثنائي الموسيقي طارق الجندي وناصر سلامة على مدرج سمير الرفاعي. أمسيتنا اليوم اللي رح أقدمها أنا وصديقي ناصر سلامة هي مش أول أمسية إحنا بنعملها بالجامعة الأردنية، بس هاي أول أمسية ضمن المهرجان اللي هو هاي سنته الثالثة. رح نقدم اليوم مجموعة من الأعمال الموسيقية اللي أنا كتبتها للعود والإيقاع، بالإضافة لبعض المقطوعات الجداد اللي عملتها كمان مؤخرا. الهدف من هاي الأمسية هو مسؤوليتنا إحنا كفنانين أردنيين أن ننشر هاي الثقافة بين طلاب الجامعات، نعرفهم بالمؤلفين الموسيقيين، نعرفهم بهذا النوع من الموسيقى الآلية، ونشرح لهم أكثر عشان يكون في هذا التواصل الأكبر اللي بيننا وبينهم. أبدى الجندي سعادته بهذه المناسبة خصوصاً أنه ابنها الجامعة ومنها انطلق للعالمية، وقدم مقطوعات موسيقية في البداية بشكل منفرد لينضم إلو عازف الإيقاع ناصر سلامة في مقطوعة من تأليفهم بعنوان الصراع الداخلي يلي نالت إعجاب الحضور بشكل كبير. اليوم أنا مشارك مع رفيقي طارق الجندي الدويت اللي دائما إحنا نعزف مع بعض. المشاركة هاي صراحة هي حفلة لطلاب الجامعة الأردنية، هدفها بيني وبين طارق هو تعريف طلاب الجامعة بالموسيقى اللي إحنا بنقدمها أنا وطارق واللي بنلف فيها عمالنا في العالم. لمدة بتتجاوز 45 دقيقة من العرض المستمر قدم الجندي وسلامة مقطوعات موسيقية غاية في الجمال والدقة. وبالانتقال لليوم الثالث اللي شملت عدد من الفعاليات أيضا ومن ضمنها ندوة شعرية تناولت جوانب متعددة من حياة شاعر الأردن الراحل حبيب الزيودي تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيله. اخترنا هذا المكان لعقد هذه الندوة لأن بزوغ النجم الشعري عند الشاعر حبيب الزيودي وخروجه للعلن كان من هذا المكان، من مسرح سمير الرفاعي، حيث شهد هذا المسرح يعني أول قصيدة ألقاها الشاعر حبيب الزيودي أيام كان طالبا في قسم اللغة العربية في هذه الجامعة في ثمانينيات القرن المنصرم. الندوة ستضم عدة فعاليات نقدية، سيقوم مجموعة من النقاد الذين يعني اعتنوا بهذا المنتج الشعري الذي تركه الراحل بتقديم قراءات نقدية في مجمل دواوين الشاعر حبيب الزيودي. أيضا سيكون هنالك مجموعة من الشعراء ستلقي مجموعة من قصائد الرثاء التي قيلت في حبيب الزيودي، بحضور كل من الشعراء والنقاد محمد سمحان وعلاء العرموطي وعطل الحجايا بالإضافة لمحمد واصف اتحدثوا عن علاقتهم المباشرة والشخصية مع الراحل. تعود علاقتي بحبيب إلى عام 1979 حينما كان طالبا في الثانوية العامة، وتعرفت عليه بمناسبة سأتحدث عنها الآن، ومنذ ذلك التاريخ لم ننقطع عن بعض، و تربطني بحبيب علاقة روحية أكثر منها العلاقة الأدبية. يعني كان يشعرني بأنه كأني أنا أبوه، ليس أبوه في الشعر فقط وإنما لظروف الأسرية كان يحتاج إلى عطف أب، وكنت أنا أقوم بهذا الدور. بالإضافة لحديثهم عن مسيرة الشاعر الراحل وعن إسهامه في إعادة الاعتبار للأغنية الوطنية الأردنية،
هذه الندوة جاءت ضمن احتفالية كلية الفنون والتصميم في مهرجانها الثالث. الندوة هذه بنستذكر من خلالها بابن من أبناء الجامعة اللي رحلوا مبكرا، هذا الشاعر اللي بدأت حكايته من داخل أسوار الجامعة من تحت سروها ومر من تحت قبابها أيضا. الندوة راح يكون فيها عن حياته الشخصية، وراح يكون ورقة نقدية أيضا، راح نتحدث عن الغنائية في شعر حبيب الزيودي. محطات ومواقف تحدثوا عنها الشعراء خلال الندوة جمعتهم مع حبيب الزيودي وتركت في دواخلهم الأثر الكبير. أحمد الكيلاني، رؤية